ربكم، الله يحن عليكم وسمحوا لنا الله يرحم الوالدين. حنا وليداتنا مظلومين وهما في الحباسات كيقاسيو، وكما كان شهاده مشى لديك الجامعه دار ديك الشيء ما غيكونش هذا الشيء، هو السبب، هو اللي سبب لولادنا في هذا الشيء. وحنا ولادنا غير مظلومين، هما كيدوزوا الحبس وهو خدام على راسهم، ودابا كنطلبوا مطلق السراح لولادنا. ولادنا راهم مظلومين وحنا مشويين ومراضين وكنقيلوا تابعينهم، هو في الرشيديه هو في القنيطره هو في الرسوم، كنطلبوا ولادنا يشوفوا الحل لولادنا. الله يحن عليكم الا ما ساعدونا، رحنا مظلومين حنا وليداتنا مشويين، حنا وليداتنا غادي تهز السبيطار تهز، واللي مريض مريض، واللي طبر حياته وطبر. وشكرا لكم اوليد، الله يحن عليكم.